مرحبا برج الحوت، هذه قراءتك العامة. راح نبدأ بوضعك المالي، عندنا أيضا وضعك الصحي العاطفي وأي أخبار أنت ترقبها أو تنتظرها. وأول كرتين راح يكونون الطاقة العامة للشهر، عندنا Ace of Pentacles، الخماسي الأول وهو أكبر خماسي، يكون عبارة عن هدية مفاجأة، عطاء جدا كبير وبداية جديدة لحياة جديدة. وعندك ثمانية السيوف، القلق والإحساس بأنك محاصر. في النظرة العامة إلى كل الكارتات وإلى كل قراءتك يا برج الحوت، أرى أنك كأنك تعيش في صراع داخلي مع نفسك، أنت تعرف ما الذي تستحقه، واحتمال أنه سيأتيك شيء أنت فعلا كنت منتظره من فترة طويلة، عرض عمل، زيادة راتب، موافقة ان انت مثلا تفتح مشروع في مجال ثاني. راح تكون عندك نقلة، اذا كنت مثلا في طب الاسنان راح تكون جدا في مجال جدا مختلف، في مجال بزنس او في مجال عمل جدا مختلف، راح تاخذ خطوة مفاجئة او راح تكون لديك فرصة مثل العرض بالنسبة لك واشياء تشجعك من حولك ان تبدأ حياة عملية وبزنس وتجارة في مجال جدا مختلف. ولكن أنت عايش في قلق وصراع مع نفسك دائما. طاقة ثماني السيوف هي أفكارك الداخلية اللي قاعدة تحبسك، السيوف هي الأفكار أو العقل. أنت محاصر بسبب مخاوفك. ما هي أسباب مخاوفك؟ أتوقع أنك يا برج الحوت، أنت من الأبراج المائية اللي جدا حساسة، أنت جدا حذر، تخاف، لأن يليه في على الصعيد المالي كرت التاور أو البرج. أنت خايف أن قبولك أو نقلتك النوعية أو تغييرك لهذا الشيء، احتمال أنه راح يأتيك عرض أن تعمل في منطقة أخرى، دولة ثانية، تسافر، راح يكون في جدا انتقال كبير لك 180 درجة. احتمال راح تضطر انك ترحل عن ناس معينين، عن بيئة عمل، عن كاستمر، عن اهل. تنتظرك بداية كبيرة كأن هي مقدمة اليك او حصلت على الموافقة فيها وستحصل ان شاء الله، لكن خوفك من تأثير ونتيجة هذا التغيير على الاشخاص اللي في محيطك هو اللي قاعد يمنعك. كأنما أنت يعني تريد النجاح، تريد وتحب هذا المجال وجدا متحمس، وقاعد أحس بطاقتك جدا، بحس أن الدنيا لا تسعك في هاي الوقت، الوقت اللي راح يأتيك فيه موافقة أو نجاح في هذا المجال. ولكن في نفس الوقت خايف أن الأشخاص اللي تحبهم أو المحيطين بك راح يتخلون عنك بسبب أنك اخترت المجال المختلف، بسبب انك الان قاعد تتغير، قاعد تصير اقوى، قاعد تصير انجح. هذا الشيء جدا مخوفك، لان اشوف ان بالنسبة لك الاشخاص المحيطين، العلاقات الاجتماعية جدا مهمة. الرسالة هذه حق واحد او اشخاص برج الحوت اللي بالنسبة لهم الناس المحيطين جدا مهمين، هم عالمهم. يليها في الوضع المالي عندنا The High Priestess، كرت العالمة، والتور البرج، كرتين متعلقين بالأبراج المائية. برج الحوت، كل الكلام اللي أنا قلت لك في المقدمة بخصوص البداية الجديدة ومخاوفك الداخلية، أنت تعرف هذا الشيء، أنت ستعرف في حقيقة نفسك أن هذا الكلام صح، ان انت فعلا تستحق بداية جديدة، تستحق رخاء، دخل افضل في حياتك، نجاح، ولكن خايف. فانت تعرف، انت عندك المعرفة ان هذا الشيء ما عاد يصلح لك، هذا الشيء ما عاد يخدمك. وانت تعرف، احسك الحين قاعد مثل اللي ماسك الكفة توازن البداية الجديدة شنو راح تكلفك على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد الشخصي. احتمال انك تضطر تحصل على طلاق، احتمال ان في اشخاص معينين راح لن يدعموا قرارك، احتمال انك تخسر بعض الصداقات او الاهل بسبب هذا القرار،
قرار كبير ويحتاج منك شجاعة وأنت محاصر، ولكن التغيير اللي أنت تعرف أنه بحاجة الفترة القادمة. كرت العالمة هي كرت لديها أسرار كل الخبايا، فأنت تعرف، وبسبب معرفتك الكبيرة تعرف جدا النتيجة اللي ستحصل عليها إذا قبلت هذا العرض. احتمال أن يصير عندك لحظة التاور، راح يكون في انهدام لعلاقات قديمة عندك، احتمال مثل ما قلت لك زواج، صداقات طويلة، ناس عزيزين عليك، ناس أنت فعلا تحبهم، كأنك بين نارين. شوف النار اللي في التاور، نار هل أبقى على وضعي العملي اللي أنا غير سعيد فيه مع الأشخاص اللي أنا أحبهم محيطين فيه، أو أجازف بالأشخاص المحيطين فيه وأذهب لأحصل على بداية جديدة على الصعيد العملي. احتمال أنك مثلا مشيت في دراسة كذا سنة في تخصص معين أو تخرجت، والآن تقرر أن جذريا وبالعكس تغير تخصصك، تغير مجال عملك. فإذا أنت كنت في زواج أو في علاقة ارتباط طويلة، احتمال أن الشريك ما يوافق أو الأهل، لأن يحسون أنك مجازفة كبيرة قاعد تأخذها، وإن كتب لها النجاح ولكن هم غير موافقين على المجازفة نفسها، يريدونك أن تبقى كما أنت، وأنت غير سعيد، أنت عارف أن أنت غير سعيد كما أنت، تحتاج إلى أشياء أفضل. على الصعيد الصحي عندنا ثلاثة الأكواب، 7 of pentacles، 7 الخماسيات. أتوقع 7 الخماسيات هذه في الماضي، طاقة هذا الكرت أحسها ترجع إلى الماضي. احتمال أن أتاك خبر في الماضي عن أن لديك مؤشرات حيوية غير جيدة، لديك صعوبة مثلا في الإنجاب، لديك كوليسترول مرتفع، عندك شيء سكر وضغط أو كوليسترول نازل مرتفع. احتمال أنك من السابق عملت فحوصات أوريدي، ونتائج الفحوصات السابقة كانت محبطة غير جيدة، حتى ممكن تكون يعني في نبضات القلب وأمور هكذا. تعملت أنت فحوصات سابقة لأشياء كثيرة، احتمال مريت بمرحلة كنت مو عارف شنو موضع الألم عندك أو شنو اللي يسبب لك هاي الأوجاع، فاضطريت تمر بفحوصات كثيرة في السابق من أجل أن تعالج مشكلة معينة عندك في جسدك. ولكن الحاضر أو المستقبل جدا مبشر يا برج الحوت، لأن عندك ثلاثة الأكواب، كرت الاحتفال، كرت النجاح، كأنك نجحت من شيء وتحتفل الآن مع الأشخاص اللي تحبهم. أحس أن هاي الفترة إذا عملت فحوصات مرة ثانية، أو إذا فعلا اعتنيت بجسدك وحاولت أن تدخل بعض التغييرات الإيجابية على حياتك مثل العمل الجديد، الرياضة، التأمل، وإذا صار في فحوصات خلال هذا الشهر راح تكون جدا مبشرة، راح تكون جدا إيجابية، كأن المرض أو كأن العلة لم تحدث من الأساس. كنت في إحباط من الناحية الصحية ومقبل على مرحلة أجمل، ولكن مع هاي المرحلة أيضا يتطلب منك أنت أن تهتم بجسدك بتعافيك. احتمال أنك أيضا فعلت هاي الأمور، اهتميت بصحتك، والآن من أجل ذلك الفحوصات القادمة إن شاء الله ستكون جدا جيدة. وإذا كان عندك احتمال في السابق صعوبة في الإنجاب أو صعوبة في شيء معين، الأمور كلها راح تنتهي على خير إن شاء الله. على الصعيد العاطفي عندك 9 الأغصان، طاقة نارية، وعندك كرت العاشقين، برج الجوزاء، وأيضا يتبعهم الأخبار المتعلقة بالمستقبل كأن تكملة لهم. عندنا الهايروفانت، المأذون، أوكي، كرت عقد الزواج، وعندنا 7 الأغصان، كرت المحاربة من أجل ما تؤمن فيه. في سيناريوهين لك، السيناريو الأول أن أنت يجب عليك حان الوقت، أنت فعلا حساس ولا تحب المواجهة، ولكن حان الوقت أن تتقمص طاقة النار، الأبراج النارية. عندما الأبراج النارية يحاربون من أجل ما يريدونه، شوفهم طاقة الأسد القوي المندفع المنطلق، ولكن منطلق بسبب ما يؤمن فيه. أنت تؤمن، عندك أشياء معينة تؤمن فيها وعارف أنه راح تجلب السعادة
والتطور والتغيير الإيجابي في حياتك. عليك أن تدافع. العزيمة تصدر منك أنت، عليك أن تدافع عن ما تحب، تدافع عن ما فعلا تريده في الحياة، سواء كان الشريك، عندنا كرت العاشقين أو السولميت، أو البداية الجديدة. بشكل عام عليك أن تقف ثابتا أكثر من أنك تحارب، لأن هاي الكرت أتوقع هو كرت الشريك. أكثر من أنك تحارب، خذ أبسط الحلول، قف مكانك، اثبت وخلك ثابت في قرارك من أجل ما تحب. احتمال أيضا أن الشريك اللي عندك أو التغيير اللي راح تجريه على المستوى العاطفي احتمال يعارض من الأهل. دائما أحسك متخوف من المحيط، سواء الأهل، أصدقاء، الزملاء. من أجل ذلك التارو يخبرك أن اثبت وحارب، يعني خليك مصر. إذا كان عندك شريك احتمال من دولة مختلفة، قاعد أسمع أن في اختلاف بينكم في المذهب، في الدين، في طريقة التربية، في المستوى الاجتماعي، واحد منكم بدوي، واحد حضري، واحد من هاي القبيلة، واحد من قبيلة معاكسة، في اختلاف جدا جذري بينكم، والاختلاف مسبب تصادم بين الأهل. فيقول لك التارو أن لا تدع هاي المشكلة توصل لك أنت والشريك، لأن الشريك هو مستعد أن يحارب من أجل هذا الارتباط. أحس أن الشريك هو اللي فعلا يريد الارتباط هاي الفترة، أو إذا حاليا أنت أعزب سيدخل حياتك شريك بهذه المواصفات. ولكن قبل أن يدخل المطلوب منك أنت أن تكون ثابت في طاقتك. هذا الشريك ما راح يدخل في حياتك وأنت في هذا الوضع. أنت حاليا في هذا الوضع، 8 سيوف، تحس أنك عالق، مش عارف شلون راح تتصرف، خائف، مترقب، تنظر خلف كتفيك دائما. لما توصل وتنتقل طاقتك إلى طاقة الأسد، أبراج النارية، طاقة الثبات، لأن أنت فعلا باقي لك غصن واحد وتنتهي، تصل إلى كل ما تريده. فإذا وصلت مرحلة الثقة هذه العمياء بنفسك وبأهدافك، إذا وصلت مرحلة تقدر تكون مثل الأسد، تعبر عن ما تريده بقوة، هنا هذا الارتباط راح يحدث متواصل مع بعضه. كرت السولميت عندك، أشوف أنه راح يدخل حياتك شخص، أو هذا الشخص راح يكون معك مثل جرة وغطاها، أو تفاحة قصيناها نصفين، يعني تكملون بعض فعلا، ودائما تتفقون، دائما متفقين. احتمال أن يكون يوم الأبراج النارية، أو احتمال الأبراج ترابية. لدينا كارت برج الثور هنا. الشخص هذا عنده 7 الأغصان، هذا عنده الاستعداد الآن، وإن لم يكن في السابق أو إن كان شخص جديد، هذا الشخص عنده الاستعداد أن يحارب، لكن يحتاج في نفس الوقت، لا يستطيع أن يحارب لوحده، يستطيع في نفس الوقت يحتاج شخص ثابت يحارب من أجله. واحد ثابت، واحد يحارب، واحد يبقى في المنزل والثاني يسعى. تكملون بعض ترى، ولكن إذا أنت تحس أنك منسحب وخائف، هذا الشخص لن ينجح في المحاربة من أجل العلاقة لوحده. وهي رسالة جدا مهمة حق الأشخاص اللي من أعراق مختلفة، دول مختلفة، ثقافات مختلفة، عائلاتكم مختلفة. هذا اللي قاعد أشوفه في هذا الكارت. أتمنى أنك يا برج الحوت تجد فعلا نفسك أو الحل لهاي المعضلة اللي عندك، عشان بسرعة تقدر توصل. لأن شوف، هذه فعلا القراءة لشهر أبريل، بس إذا أنت خليت نفسك في هذا الوضع إلى نهاية السنة، فراح ترجع وتسأل بعد فترة أن ليش هاي الأشياء ما تحققت في حياتي، أنا كنت بانتظارها، ما هو أنت ما طلعت من هذه الطاقة. هذه هي مهمتك أنت وحدك، أن تطلع من هاي الطاقة. أن قاعد أشوف عندك مثل الصوت اللي لازم يرتفع، رغبتك في هذا الشيء لازم تعبر عنها، وتعبر عنها بطاقة نارية،
شفت الأسد، برج الأسد لما يتكلم ما يوقف، سواء هو صح هو خطأ، عنده ثقة في ما يقوله وإن كان خطأ. واحتمال أنك أيضا تتعامل مع شخص من برج الأسد والمطلوب منك أن تحارب من أجل العلاقة في المستقبل. راح أسحب لك كرت تبع النصيحة يا برج الحوت، The heart of the matter. بالضبط، احنا نقول بالعربي مربط الفرس، اصل المشكلة، اصل الموضوع. وين اصل الموضوع عندك؟ There is more going on than meets the eye. بالضبط، انت عارف، انت عارف، انت حتى في امور معينة احس انها ما خرجت في قراءتك، عندك رغبات معينة احتمال تكون غريبة لمحيطك، من أجل ذلك لحد الآن قلت لك عندك شيء في الحلق، شيء في الصوت لحد الآن ما أخبرت به الناس الموجودين في محيطك. تخاف من الرفض، تخاف أن تخسرهم، تخاف أن لما التور يطيح، البرج يطيح، يقع وينتهي، تجد نفسك وحيد على أرض خاوية فتبحث ما هي خطوتي القادمة. تخاف أن تجد نفسك وحيد من الأشخاص اللي تحبهم. فدائما ارجع لنفسك، إلى طاقتك المائية، واسأل ليش عندي هالإحساس. إذا سألت نفسك هالسؤال راح تعرف الجواب، راح تعرف شلون تعالج الموضوع. عندك أيضا أشوف شيء في الثروت شاكرا، عندك مشكلة أن تعبر بصراحة في مواضيع معينة عن فعلا ما تريد. احتمال تريد الأطفال، احتمال تريد أشياء جدا كثيرة وغريبة، تحس لو قلت حق هاي الأشخاص راح يضحكون عليك. فكون صريح مع نفسك في الفترة القادمة، بما أن كارتك هو أصل المعضلة، فهو أيضا رسالة لك أن أصل عدم اجتماعك مع الحبيب لحد الآن هو ليس بسبب هذا الشخص نفسه، أو ليش لحد الآن لم يدخل حياتك، هو بسبب ان انت لحد الان في هذا الوضع، واحس ان صار لك في هذا الوضع فترة طويلة، كأنك عالق في وضع من افكارك الخاصة، حبل مربطة على نفسك من افكارك الخاصة. عندما تفك الحبل من نفسك، لان الصورة الاساسية الاصلية لثمانية السيوف هو شخص السيوف موجودة على الارض، هو مربط نفسه وواقف وعلى عينه ضمادة، ولكن دائما يستطيع، يده غير مربوطة ترى، يستطيع أن يأخذ الضمادة يشيلها عن عينه ويتحرر. فهذا الشيء كله بيدك أنت يا برج الحوت، التغيير اللي تحتاجه تريده بيدك أنت. راح أسحب لك كارت بخصوص ما يجب أن تعرفه، أو إذا في أي مفاجآت قادمة في طريقك أيضا في شهر أبريل. The Altar Priestess. Priestess, Priestess. عندك كرت العالمة مرتين، ولكن العالمة هنا تختلف عن العالمة هنا. هنا تكون دائما جالسة لا تفعل شيء، لا تستخدم العلم اللي عندها، عندها علم بجميع الأمور ولكن لا تستخدمه، مجرد تحفظ الأسرار، خازنة المعلومات. ولكن البريستس أو العالمة في هاي الكرت لديها preparation، تجهيزات، كأنما الطاولة والمعدات اللي عندها مثل كرت الساحر. إذا رأيت كرت الساحر من قبل، عنده طاولة وعنده المعدات، جميع العناصر موجودة عنده، ويحاول أن يخلق شيء، ويستطيع أن يخلق ما يحتاج. الصلاة عندك prayer، sacred ritual. حان الوقت، هاي الرسالة أقراها لك، أن حان الوقت أن تخرج من مود المعرفة والعلم وأنا أعرف كل شيء. أنت حاليا وصلت لمرحلة تعرف فيها فعلا كل رغباتك، وتعرف فيها حتى ردات فعل الأشخاص كيف ستكون معك، ولكن حان الوقت أن تخرج، تصبح عالم من نوع آخر، عالم مثل الساحر، يخلق لنفسه ويذهب وراء ما يريد. لديك كل ما تحتاجه. أيضا من المهم أن في هاي الفترة
تعمل على نفسك داخلياً، لأن أيضاً هاي الأفكار من صنع مخيلتك، أو هاي من نسج خيالك، هاي الأفكار اللي أنت حابس روحك فيها. فدائماً جهز نفسك، عندك تجهيزات، عندك صلوات، عندك تأملات، عندك أشياء ممكن أنت تسويها تجعلك في وضع أقوى داخلياً. إذا صرت أنت أقوى داخلياً راح تستطيع أن تنتقل من العالم اللي ما تسوي شيء جالس على كرسيها إلى العالم اللي تصنع تخلق، راح تستطيع فعلا أن تقابل هاي الطاقة.